أهلا وسهلا بالجميع في الفيديو الثاني الخاص بالقراءة التالية لكتاب رحلة ابن الجبير. سأتطرق في هذا الفيديو إلى علاقة ابن الجبير بالدولة الموحدية، أو بالأخص علاقته بالسلطان صلاح الدين الأيوبي. سنبين في هذا الكتاب، أو عفوا في هذا الفيديو، النزعة السياسية التي كان ينتهجها ابن الجبير وما ترتبت عليه من خصائص. كما قلت في الفيديو السابق بأنه يعتبر ابن الجبير الأندلسي، وهو يعرف بهذا الاسم بأنه واحد من أهم الرحلات الأندلسيين الذين زاروا المشرق الإسلامي في القرن السادس الهجري والسابع الهجري كذلك. وهو الذي ولد في مدينة بلنسية في عام 540 للهجرة. كان يعمل ابن الجبير في بعض وظائف الكتابة والإدارة في مدينة غرناطة لحساب الدولة الموحدية. والسبب المباشر كما يقال في رحلة ابن الجبير هو أنه ذات يوم، يحكى أنه اقترف ذنبا حيث شرب الخمر في حضرة أمير غرناطة، فعزم على التوبة وعلى أداء فريضة الحج ليكفر عن ذنبه وآثامه. وقد زار ابن الجبير في رحلته الكثير من البلاد والأقاليم في المشرق الإسلامي، حيث زار مصر كما قلت، الحجاز، بلاد الشام والعراق. وإذا ما التفتنا إلى التوصيفات التي وصف بها ابن الجبير، وأيضا إلى التوصيفات التي وصف بها معظم رحلاته ومعظم مشاهداته للأماكن التي زارها في المشرق، لوجدنا أن الظروف السياسية آنذاك المحيطة به قد أثرت أيما تأثير في كتابته وتناوله للوقائع التي كان يعيش فيها. كما قلت بأن الجبير يعني قبل قدومه إلى المشرق الإسلامي يعني كان يشتغل في ديوان حاكم غرناطة، حيث كان يشغل أحد الوظائف المهمة في هذه الدولة الموحدية. فكان من الطبيعي جدا أن يعلن ابن الجبير في كتابه أو في كتاباته عموما تأييده المطلق للدولة الموحدية، وأن يبشر بها في كل موضع وفرصة وفي كل مجلس يكون فيه. فهو يقر بوضوح بأنه لا عدل ولا حق ولا دين على وجهه إلا عند الموحدين أعزهم الله، ويصفهم بأنهم آخر أئمة العدل في الزمان، وكل من سواهم من الملوك في هذا الأوان فعلى غير الطريق. هكذا عبر ابن الجبير. والظاهر أن ابن الجبير قد تبادل مع بعض السكان في تلك المناطق عددا من الآراء بخصوص الدولة الموحدية. ومن ذلك أنه يذكر أن هناك بعض سكان البلاد المصرية قد أبلغه برغبته وأمنياته في أن تضم مصر للسيادة الموحدية، وأن هناك استعدادا عاما لذلك من قبل الكثير من المصريين، حتى أن بعض الفقهاء قد حبر خطبا أعدها للقيام بها بين يدي سيدنا أمير المؤمنين، والذي يقصد به الخليفة الموحدي. وكان ابن الجبير يرى في صلاح الدين الأيوبي نموذجا واقعيا للبطل المسلم المشرقي القوي الذي يستحق ويستطيع أن ينهض بتبعات توحيد الأمة الإسلامية والعربية وتجديد معالم قوتها وإعادة عنفوانها من جديد.
فابن الجبير بعد أن يذكر ما ذكره من عدل ودين للموحدين، وأنه لا يوجد في زمانه من يماثلهم في ذلك، يعود بسرعة مستدركا على حديثه فيقول: اللهم إلا هذا السلطان العادل صلاح الدين. وهو يفسر ذلك في موضع آخر من كتابه بأن صلاح الدين لا يأوى للراحة ولا يخلد إلى دعة، ولا يزال سرجوه مجلسه. كان نشاط صلاح الدين الأيوبي وقوته وجدته في قتال الصليبيين هي الأسباب التي دفعت ابن الجبير لاتخاذ صلاح الدين مثلا وقدوة، خصوصا وأن صلاح الدين في تلك الفترة كان قد استطاع أن يهزم جموع الصليبيين في حطين، وأن يستعيد بيت المقدس من بين أيديهم. أما السبب الآخر الذي هيأ صلاح الدين ليكون النموذج السياسي الأمثل عند ابن الجبير هو العلاقات الدبلوماسية المتميزة التي ربطت أو التي ربطت عاهل الدولة الأيوبية من جهة بالدولة الموحدية من جهة أخرى، وهذا حرر ابن الجبير من أسر التبعية القديمة للموحدين من جهة، وجعل الدولة الأيوبية من جهة بالدولة الموحدية من جهة أخرى. وهذا حرر ابن الجبير من أواصر التبعية القديمة للموحدين من جهة، وجعل الاستبدال بمرجعيتهم السياسية مرجعية صلاح الدين له صفة الشرعية والمنطقية من جهة أخرى. ولما كان صلاح الدين ودولته يكتسبان صفاتهما الشرعية الرسمية الإسمية من الدولة العباسية وخليفتها الماكث بلا حول ولا قوة في بغداد، فقد كان لزاما على ابن الجبير أن يتعامل في توصيفاته وعباراته التي تتطرق للعباسيين بمنتهى الحرص، بحيث لا ينتج عنها إفراط في التقدير، ينتج عنه قدحا في مركزية الدولة الموحدية. وفي الوقت نفسه لا يحدث تفريط تسقط معه شرعية صلاح الدين. ولهذا نجد أن ابن الجبير يترحم على الخلفاء العباسيين الذين يذكرهم، ومن ذلك ترحمه على الخليفة المهدي العباسي أثناء ذكره لبعض الأعمال الإنشائية له في مكة المكرمة. وهو عندما يذكر الخليفة العباسي الناصر لدين الله وهو المعاصر له، يصفه بالإمام العباسي أو بإمام المشرق، كما أنه يترضى عليه في بعض الأحيان كذلك. وعندما يتطرق ابن الجبير للحديث عن الدولة الفاطمية، فسرعان ما نجد أن هناك عددا من العوامل التي تضافرت مع بعضها البعض لتدفعه دفعا للإساءة إليها والتشكيك فيها. فالفاطميون كانوا أسلاف صلاح الدين في حكم مصر، وهم من الشيعة الإسماعيلية التي يصرح ابن جبير بكرهه لهم، وينتهز كل فرصة ممكنة للتشنيع عليهم. فلا غرابة إذن في أن نجد أن ابن جبير في أحد مواضع كتابه يصف أهل البيت من أبناء علي وفاطمة بأنهم قد ارتضى الله لهم الآخرة ولم يرتض لهم الدنيا، في إشارة لميوله السياسية الرافضة لحكم الشيعة عموما والفاطميين خصوصا. ولذلك فإن ابن الجبير مثله مثل الكثير من المؤرخين الأيوبيين أو العباسيين، وقد اتخذ موقف المشكك في صحة نسب الخلفاء الفاطميين، ويطلق عليهم اسم العبيديين، وهو الاسم الذي أطلق عليهم آنذاك لكونهم من أبناء عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية في المغرب عام 297 للهجرة. ويجعل ابن الجبير من القضاء على الدولة الفاطمية واحدة من أهم مآثر وفضائل صلاح الدين، وهو
يفصل ذلك ويبرره بالضرائب والمكوس الظالمة التي كانت تلك الدولة تفرضها على الحجاج والسكان. ومن الغريب أن ابن الزبير الذي برر انقلاب صلاح الدين على الفاطميين لظلمهم وتعسفهم وجورهم في فرض وجباية الضرائب هو نفسه الذي يروي في الكثير من المواضع من كتابه أخبار ما شاهده بنفسه من ظلم وعنف الجند الأيوبيين في جباية الضرائب، دون أن يربط تلك المشاهدات من جهة وشرعية الدولة الأيوبية ومسؤوليتها عن تلك الأفعال من جهة أخرى. فابن الزبير يروي ما تعرض له مع عدد من الحجاج المغاربة أول نزولهم إلى الإسكندرية، حيث صعد جند السلطان إلى المركب وأرغموهم على دفع الزكاة والضرائب، وفتشوهم وعاملوهم معاملة مهينة، بحيث يصفها ابن الزبير بأنه موقف من الذل والخزي عظيم. وهو يذكر أنه تعرض لموقف مشابه في مدن أخميم وقوس أثناء اتجاهه لمكة بغرض أداء فريضة الحج. لكن ابن الزبير بسبب انتماءاته المذهبية المؤيدة لصلاح الدين يرفض الاعتراف بمسؤولية صلاح الدين عن تلك الأفعال والممارسات الشنيعة، ويلقي بها على كاهل الموظفين الحكوميين والجباه وقادة العسكر، فيقول: وهذه لا محالة من الأمور الملبس فيها على السلطان الكبير. ويؤكد في موضع آخر أن صلاح الدين لو عرف بما يحدث لأمر بقطعه كما أمر بقطع ما هو أعظم منه. ويستطرد ابن الزبير في وصف مآثر وخلال صلاح الدين، وأن حال المصريين في عهده في نهاية من الترف واتساع الأحوال، ويتوسع في ذكر الأعمال الإنشائية والخدمية والإصلاحية التي قام بها صلاح الدين، فيذكر إنشاء الحمامات والبيمارستانات والإنفاق على المغاربة وأبناء السبيل، وتعيينه للأئمة في المساجد وإعطائهم مرتبات كل شهر، ورعايته للمرضى والمجانين. ما يمكن أن يقال عن ابن الزبير وكتاباته ومواقفه السياسية والانتمائية، فقد ذكر المؤرخون بأنه كل ما شاهده ابن الزبير في مصر قد أنكره وأسقطه وأبتعد به عن صلاح الدين، وأن كل خير لمسه في مصر قد نسبه إلى صلاح الدين وجعله نتاجا شرعيا لسياسته الحميدة ومآثره العظيمة. وهذا كله يؤكد على وقوع ابن الزبير أسيرا لنزعته السياسية وميله الميل الأكبر وتفضيله للعاهل الأيوبي الأول الذي يسمى صلاح الدين الأيوبي. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.